نعم، الآن تلقاو مكالمات وبعض الاحتجاجات من بعض الأحزاب، وين وصلوا هناك بعض الأحزاب، بعض البلديات ماشي كثيرة يعني على المستوى الوطني، يعني بعض ما نقدرش نسمي لك البلديات، لأن اللي يتقدم بالطعن إلينا شفاهي ما كانش كتابي لحد الآن، يقول الولاية الفلانية، نسأله أنا مثلا السؤال، يقول لي واحد الآن ولاية الفلانية الموثقين ما حبوش يوقعوا لنا، قالوا احنا ما عندناش حاجه مكتوبه بنوقعوا. قلت كل الموثقين تاع الولايه؟ قال لي لا، مثلا واحد الموثق جاي في السنتر فيل تاع الولايه هذه. قلت واسمه؟ قال لي والله ما على بالي. يعني الناس ثاني يحاولوا يضخموا الا كان واحد ما يحاولوا يكبروها لكل الولايه. بيت نفس الشيء على مستوى امانه العمون للبلديات، امين العام للبلديه ما يكونش موجود، اللي يعوضه هو النائب تاعو، ما يوقعش النائب، المفروض ينتظر نوعاً ما يجي الامين العام يوقع، فيبدا يتصل بالهاتف ويقول ها ما حبوش، ولا في المندوبيات البلديه يقول له رحنا للمندوبيه البلديه، هذا التوقيع يتم في مقر البلديه. هذا هما بعض الاشكاليات، ولكن مش عامه يعني، بس قليله جدا، حتى ما يتمش العمل علينا احنا اللي قصرنا. ولا احنا 1541 بلديه ماشيه، ممكن على المستوى الوطني 10 ولا 15 بلديه ماهيش ماشيه فيها الامور، احنا نعتبروها الامور عاديه.